على قد ما الوسط الفني بيتقال عليه انه ملوش امان والصحاب فيه مش اصحاب وبيقلبوا على بعض بسهولة جدا وملهوش امان مع بعض، بس في ناس بقى قررت انهم يبقوا اصحاب وحبايب ويكملوا حياتهم مع بعض. مين الفنانين بقى اللي قرروا يستجدعوا مع بعض ويكملوا حياتهم سوا ورغم انه طلع عليهم اشاعات كتير قوي سواء بان فيهم بينهم مشاكل او ناس تانية اتقال عليهم انهم مرتبطين ببعض لو كانوا راجل وستة؟ تعالوا بقى هقول لكم زي مين. اول الاصحاب دول بقى احمد السعداني ومي عز الدين، ودول بقى كانوا اصحاب من زمان قوي، وهو اتجوز وخلف ولاده وارتبط اكتر من مره تانية، وهي كمان اتخطبت وفركشت وبرده فضلوا اصحاب، ورغم السنين دي كلها الاتنين ما فكروش يرتبطوا ببعض ابدا، ورغم انه طلع عليهم اشاعات كتير قوي وانهم مرتبطين الا انهم نفوا اكتر من 100 مره وقالوا انهم لو عايزين يرتبطوا كانوا عملوا كده ومفيش اي حاجه تمنعهم، بس بقى هم اصحاب واخوات وهيفضلوا كده طول حياتهم. كمان هنا الزاهد وعلي ربيع من الصداقات اللي اتكونت في الوسط الفني بس مش من فتره طويله، ورغم كده الا انهم اصحاب قريبين من بعض جدا، وده حصل بشكل نادر جدا لان هنا الزاهد ملهاش اي اصحاب في الوسط كتير خالص وملهاش اصحاب فنانات خالص، وهي اصلا مش بتصاحب حد كتير واقرب ناس ليها هم اخواتها وبس. لكن علي ربيع واحمد حاتم وضعهم مختلف جدا بالنسبه ليها، بس الفرق بينهم ان علي ربيع الناس مقتنع بيه ان هو صاحبها، لكن احمد حاتم كل الجمهور شايف انهم لايقين على بعض وياريت لو يشوفوهم مرتبطين بجد مش في الافلام وبس، لدرجة ان الجمهور الاتنين بدأوا ينشروا صور ليهم تقول انهم لايقين على بعض وهيبقوا مبسوطين قوي لو ارتبطوا، بس دول برضو طلعوا وقالوا انهم اخوات. اما بقى اللي بقالهم اكتر من 20 سنة بيطلع عليهم اشاعات والناس مش بتيأس منها ابدا، هما اليسا ووائل كفوري اللي بقالهم سنين شهرتهم كلها اصحاب قريبين وعلاقتهم ببعض كانت ناس كتير بتشوفها مريبة وغريبة، وليه مش بيتجوزوا بعض بقى ونكمل علاقة الصداقة والحب الحلوة قوي دي؟ بس للأسف ده ما حصلش، وإليسا خرجت قالت انها ارتبطت اكتر من مرة بس ما جابتش سيرة وائل كفوري على انه واحد منهم ابدا، مع انها ما بتفوتش فرصة الا لما تقول انها بتحبه. ومش بس كده، هو بيقول فيها شعر بس اتجوز وخلف من حد تاني غيرها وبرضه ما تجوزوش بعض ولا حتى ارتبطوا، وده بقى بيأكد معنى الصداقة الكبير قوي بين الاتنين وان مش اي اتنين علاقتهم حلوة ببعض لازم يتجوزوا. بس بقى لو رجعنا بالزمن شوية هنلاقي ان رغدة واحمد زكي كمان كانت صداقتهم ملهاش مثيل ابدا، لدرجة ان هي اللي وقفت جنبه وقت تعبه الشديد وكمان لحد ما رحل عن الدنيا، والاتنين ما كانوش يقدروا يستغنوا عن بعض لحظة واحدة، لا في التمثيل اخر فترة من حياتهم ولا في الحياة الشخصية. بس بقى دول كان في بينهم قصة حب ما كانش ينفع تكمل بجواز لانها كانت هتخلص في الاسم زي ما اصحابهم قالوا ليهم، لان الاتنين كانوا عصبيين جدا فكان الموضوع بينهم ما كانش لطيف ابدا، فقرروا انهم يكملوا اصحاب وحبايب من بعيد لبعيد. بس الصداقات في الوسط الفني ما وقفتش على الستات والرجاله بس، لا دي كمان كانت بين رجاله وبعضهم، ومن اشهر العلاقات دي ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، واللي كل الناس بيضحكوا عنهم طول الوقت وقد ايه هم مثال يتقلد في الصداقات، واللي زيهم برضو رجاء الجداوي وميرفت امين ودلال عبد العزيز، واللي لحد ما الاتنين منهم رحلوا عن الدنيا ما كانوش بيستغنوا عن بعض ابدا ولا حتى بيفرقوا بعض، ودول برضو كانوا في حتة تانية من كتر شهرتهم انهم مش بيتفرقوا ابدا. والصداقات دي بقى قدرت تثبت ان مش كل الناس زي بعضها وان الوسط الفني مش وحش ولا حاجة زي ما ناس كتير بتقول عليه.